ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. وعيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بنظام صعوبة المقاولة. وقد رأينا في الحصة السالفة انتهاء نشاط المقاولة، والآن غنشوف تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها. وهاد المستويين هما أثرين هامين كيتعلقوا بالأسرار ديال التصفية القضائية، واللي هي بدورها كتجي من بعد فتح مسطرة التصفية القضائية. إذا شفنا انتهاء نشاط المقاولة، وقلنا المستوى الثاني هو تخلي المدينة عن تسيير أمواله والتصرف فيها في المستوى الثاني، واللي هما إحدى الأثرين الهامين للتصفية القضائية. إذا يؤدي الحكم القضائي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وهو ما يعرف بخلي اليد، حيث تخلو يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويحل السانديك محله فيمارس وحده كل الحقوق التي يملكها المدين، ويقيم بطبيعة الحال الدعاوى بشأن الذمة المالية لهذا الأخير، وذلك طيلة فترة التصفية القضائية. ولا يشمل غل يد المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها الأموال التي كان يملكها قبل صدور الحكم بالتصفية القضائية فقط، بل حتى التي امتلكها بعد ذلك بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. غير أن غل يد المدين إذا كان يمنعه من إقامة الدعاوى المتعلقة بذمته المالية، فإنه لا يشمل الدعاوى المتعلقة بشخصه، حيث يبقى المدين الحق في ممارسة هذه الدعاوى، وكان يكون ضحية حادثة سير أو اعتداء ناتج عن جناية أو جنحة، فيقيم دعوى من أجل إدانة مرتكب الجريمة، وينتصب طرفا مدنيا للحصول على تعويض من أجل الضرر الذي لحقه. غير أنه إذا منح هذا التعويض فإنه يستخلص غير أنه إذا منح هذا التعويض فإنه يستخلص لفائدة مسطرة التصفية القضائية، وتغل يده عن التصرف فيه، لأنه أصبح جزءا من الذمة المالية التي يعود للسنديك. كما سبق القول، حق إدارتها والتصرف فيها، وهذا يظهر في المادة 619 من مدونة التجارة. إذا نكون وصلنا إلى نهاية العرض، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وبالله التوفيق.